ويتحلى بالصبر قدر الإمكان. وأوضح باسندو في حديث للعربية أن منصور هادي يريد أن تسير الأمور بطريقة هادئة وأن يتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة. ما زلنا نواجه مشاكل، هذا شيء طبيعي جدا، ولكننا نحاول نتحلى بالصبر والحكمة في مواجهة هذه المشاكل. وأعتقد أنه بالنسبة للفريق عبد الرب منصور هادي والآخر يواجه مشاكل يعني، ويتحلى بالصبر قدر الإمكان. لاعب الرئيس هو الآخر حريص على أن لا يكون هو من يفجر القنبلة، هو يريد أن تسير الأمور بطريقة هادئة وأن يتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وفيما يتعلق بالاحتجاجات والاعتصامات التي تضرب بعض المؤسسات العسكرية والمدنية في اليمن، قال باسندو أن ما يحدث من انتفاضة في بعض المؤسسات هو نتيجة طبيعية لتراكم المظالم والفساد عبر عقود من الزمن، وأن العاملين في تلك المؤسسات يعانون معاناة حقيقية. ما يحدث من انتفاضات في المؤسسات هو نتيجة طبيعية لتراكمات من الفساد والمظالم عبر عقود، وأن العاملين في هذه المؤسسات لا يدارون بالريموت كنترول. هؤلاء يعانون معاناة حقيقية. كيف يمكن لموظف في إدارة أو في مؤسسة أن يتضور جوعا وهو يرى رئيسه متخما بالترفة و بكل وسائل الغناء. وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومة الوفاق الوطني ورثت خزينة فارغة وأن البلاد تمر بظروف صعبة. حكومة الوفاق الوطني ورثت خزينة فارغة وأن البلد في حال تغيظ الصديق وتسر العدو، وأن المطلوب لتجاوز هذه المصاعب وهذه الأوضاع الشيء الكثير، لكن هناك ما هو عاجل وهناك ما هو آجل قابل للتأجيل. العاجل هو بالدرجة الأولى عندنا عجز في الميزانية مثلا كبير جدا، ونحن ملزمون بالوفاء بالتزاماتنا كحكومة وفاق وطني. وطبعا الأخوة في المملكة العربية السعودية خصوصا وفي دول الخليج عموما لن يتوانوا مطلقا عن مساعدتنا. ومعنا من لندن السفير محمد قباطي المتحدث باسم المجلس الوطني اليمني. اهلا بك سيد محمد، يعني بدايه ما هي طبيعه الخلافات والعوائق والضغوط التي تواجه عبد الرب منصور هادي، وبالتالي ايضا ما هي طبيعه هذه الخلافات وممن في السلطه؟ في الحقيقة يبدو حري بنا أن نذكر بما قاله جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وقت التوقيع على اتفاق الرياض، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الموضوع متعلق بالوفاء بالعهد، يعني لاحظ أنه مثال فقط بسيط على ذلك، كان الاتفاقية تقتضي تشكيل لجنة أمنية هي المسؤولة عن تسيير الجوانب الأمن وقضايا القوات المسلحة. نفاجأ بأن علي عبد الله صالح قبل 4 أيام يدعو إلى اجتماع لجنة أمنية عليا خارج اللجنة الأمنية التي تشكلت وفق المبادرة اخواتنا في مجلس التعاون الخليجي ومباركة دولية. مثل هذا التوجه لعقد اجتماع من قبل علي عبد الله صالح ويرأس لجنة أمنية عليا ليست موجودة ومنتهية وليست لها أي أساس، هذا خرق فاضح لاتفاقية الرياض، وهو أيضا في الحقيقة يعتبر انتهاك صارخ أيضا للآلية التنفيذية للاتفاق نفسه، وربما حتى تعدي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. مثل هذا التوجه نحو يعني إحداث نوع من الإرباكات
وتحجيم صلاحيات نائب الرئيس وعدم تمكينه ممارسة صلاحياته وفق المبادرة وآليته طيب. التنفيذية لا شك أنه يشكل خطر, يشكل خطر كبير جدا ليس في الحقيقة على قضية الاتفاق وإنما على الأمن الإقليمي بكله, لأنه هذا محاولة لجر اليمن مرة أخرى إلى حالة من التوجه نحو منزلق خطير ومنزلق الاحتراب الداخلي والتشظي وهو يهدد مخاطر ومصالح العالم. يعني أنت تتوقع أنه هذا ليس فقط يهدد المبادرة الخليجية ولكن يعني يدفع اليمن إلى حرب أهلية, بالتالي ما هو المطلوب أيضا من الدول الخليجية سياسيا تقديمه لليمن؟ مثل ما قلت أنا فقط حبيت أن أذكر بالاستشهاد الرائع والراقي والموفق للملك عبد الله بن عبد العزيز عندما قال أوفوا بالعهد يعني, ولا نريد أن نشير إلى ما قاله سفراء الدول الكبرى, سفراء الدول الدائمة العضوية التي قالت بأنه هددت بأنها ستواجه هؤلاء الناس الذين يحاولوا أن يعني يوجدوا نوع من حالة انقلاب وانفلات على المبادرة بأنهم سيواجهوا يعني عقوبات بتجميد أموالهم بمنعهم من السفر. ما المطلوب من إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي وهم الرعاة الحقيقيين لهذه المبادرة وأيضا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الذي يشرف الآن, المطلوب منهم أن يذكروا الجهات الآن التي تحاول أن تتذاكى وتحاول أن تمارس ألاعيب مكشوفة في محاولة عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق الذي هو أساسي ليس لاستقرار اليمن وإنما لاستقرار المنطقة. وأيضا مطلوب في الحقيقة فقط أنه ليس مجرد أن نستخدم الجزرة وأيضا لا بد أحيانا لا بد من الإشارة إلى العصا. وأظن في هذا الأساس السفراء مجلس الدول الدائمة العضوية وسفراء دول إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي اتصلوا بالقائم بأعمال الرئاسة الرئيس بالإنابة وبلغوه بأنه يجب عليه أن يمارس جميع صلاحياته بشكل كامل. وأيضا أظن تم اليوم اتصال من قبل الأخ الزياني الدكتور الزياني الأمين العام مجلس التعاون الخليجي, وربما يصل خلال يومين الأخ جمال بن عمر الممثل للأمم المتحدة. لكن لا بد من التذكير بأن مثل هذه الممارسات تشكل خطورة ليست فقط على اليمن, ولا بد من إشعار هؤلاء الناس أن لا يلعبوا بهذا لعب بالنار وفي فترة خطيرة حرقة. وأيضا في الوقت الذي نحن فيه نتوجه بالشكر لأهلنا في مجلس التعاون الخليجي, نتعشم بأن زيارة السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة ستكون موفقة في تأكيد صلات القربة وصلات نحن وربعنا في الخليج والجزيرة. سعادة السفير محمد قباطي المتحدث باسم المجلس الوطني اليمني.